بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموله. معشر السادة الكرام والإخوة المحترمين الوزراء، معشر السيدات الكريمات والأخوات المحترمات الوزيرات، أول ما نبدأ به كما جرت بذلك عادتنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه على ما يسر لنا من الخير وأنعم به علينا من النعم الظاهرة والباطنة، وعلى بلدنا والتي لولاها لما كنا مجتمعين في أمن وعافية ولله الحمد. طبعا يوم كهذا اليوم لا يمكن أن يكون يوما عاديا، فقد فقدنا بطريقة مفجعة واحدا منا وأخا من إخوتنا الأعزاء، والذي بشهادتكم جميعا شخص له خصوصيات. فإذا أتفهم حزنكم وتأثركم في أول لقاء نعقده بعد فقدانه بدونه، وأعتقد أنكم جميعا ستتفهمون حزني وتأثري بمناسبة هذا الحادث الأليم في هذا الاجتماع الأول بعد مفارقته. صحيح السي عبد الله بها عاشرناه كل واحد منا لمراحل مختلفة، وكان لكل واحد منكم معه قصة وكلام، بعضكم تعرف عليه قبل سنة وبعضكم تعرف عليه قبل سنوات، ولعلي أبعدكم من حيث المدة الزمنية في التعرف عليه. وصحيح كل واحد منكم اليوم يقدر فداحة هذا الخطب وعظم هذا الفاجعة، ولكن إن الحكومة أعضاؤها جميعا أدوا القسم أمام جلالة الملك يوم عينهم الواحدة يعني تلو الآخر، أدوا القسم جماعيا بأن يكونوا مخلصين لدينهم ولوطنهم ولملكهم. وها هو واحد منا قد غادرنا بعد أن أعتقد نستطيع أن نوقع جميعا شهادة مكتوبة أنه قد وفى بهذا القسم. لقد كان الأخ الأستاذ عبد الله بها قاصدا في حياته منذ عرفته وجه الله، وحسب علمي أخلص له قدر طاقته، كما أنه ومنذ عرفته كان دائما وفيا لوطنه ومخلصا لوطنه. وكذلك كان مخلصا لملكه، ولا أخفيكم وفي الأحاديث التي جرت بيني وبين سيدنا في هذه الأيام قلت له يا جلالة الملك دعني أنا بصفتي مصابا في هذا الأخ لقرب منها، أنت فقدت مواطنا من نوع خاص، ولكن كلامي لجلالة الملك كان فقط تكرار لما هو يعرفه جيدا حفظه الله عن هذا الأخ العزيز. الآن قد أفضى إلى ما قدم، لنا فيه موعظة، أما هو فنرجو أنه سيكون بخير عند الله حسب
مقاييسنا وما رأينا منه وما شاهدنا. وأما نحن كأعضاء في الحكومة، الجميع اليوم يعلم أنه الإعفاء من العضوية في الحكومة لا يكون بالضرورة بطريقة واحدة، قد يكون كذلك بهذه الطريقة أو بغيرها في أي لحظة بالنسبة لأي واحد منا. فإن استطعتم أن تستفيدوا من هذا الأخ الذي رافقتموه بحيث تكونون مخلصين كما أقسمتم لدينكم، تكونون مخلصين كما أقسمتم لوطنكم، بمعنى لشعبكم، لمجتمعكم، لدولتكم، كل واحد بأن يفعل ما يملك قبل أن يزف الأجل، يا إما هذا الأجل الذي يعني هذا الأجل الذي لقاه الأخ العزيز عبد الله بها، يا إما أجل الإعفاء من الوزارة والحكومة الذي هو لا شك آت. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف لنا وللجميع، وتكونون مخلصين لملككم. وإن كان لا أحد يشكك في أي من هذه الأنواع الثلاثة من الإخلاص المنصوص عليها في قسمنا، فإنه لا حد للكمالات، وليستوعب كل واحد أنه من الممكن أنه إن كان محسنا أن يزيد في إحسانه، وربما إن كان مسيئا أو مقصرا أن يسارع إلى تدارك تقصيره في مهامه. في الله العزاء من كل عزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا جلالة الملك ويبارك فيه ويجزيه أحسن الجزاء على ما أسدى لأسرة الفقيد وأولاده وكل المعنيين بهذا الوفاة، وأنا على رأسهم، لأنه نجلته كان يعرف سعد الله بها مباشرة وشخصيا، وكان يحدثه في بعض الأحيان، واستقبلنا جميعا، كان يعرفه ويعرف مكانته مني ومكانتي منه ودوره في إلى جانبي جيدا. ورحم الله سعد الله بها، لا نقول إلا هذا. وأريد فقط أن أبوح بحدث بسيط وقع اليوم، وهو أن الإخوة كان من رأيهم أن يبقى مكان سعد الله فارغا، فقلت لهم أن سعد الله مات فلن يبقى مكانه فارغا، ورجوت السيد وزير الخارجية أن يجلس فيه بعد أن غادر سعد الله بها، لأن المكان لا يجب أن يبقى فارغا. هذا هو المهم، نحن حكومة مسؤولة تعرف مهامها، والموت حق، ونحن راضون بقدر الله وبقدره، وسائرون في طريقنا، نحن السعداء، نحن السعداء إذا صبرنا وثبتنا إلى أن أتم الله هذه المهمة بخير، أو إلى أن ختم الله علينا بما ختم به على أخينا السيد عبد الله بها. فقط نسأله أن يكون ختام خير، وأن تكون العاقبة عنده خير، والله سبحانه وتعالى كريم ورحيم يملك أن يرزقنا ذلك، لأنه رحمته وسعت كل شيء كما قاله سبحانه وتعالى. ونفتتح مجلسنا لهذا اليوم